كلمات في بيان الطاغوت ووجوب اجتنابه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلمات في بيان الطاغوت ووجوب اجتنابه. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فبين تعالى أن المستمسك بالعروة الوثقى هو الذي يكفر بالطاغوت، وقدم الكفر به على الإيمان بالله، لأنه قد يدعي المدعي أنه يؤمن بالله وهو لا يجتنب الطاغوت وتكون دعواه كاذبة. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأخبر أن جميع المرسلين قد بعثوا باجتناب الطاغوت، فمن لم يجتنبه فهو مخالف لجميع المرسلين. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ففي هذه الآيات من الحجج على وجوب اجتنابه وجوه كثيرة، والمراد من اجتنابه هو بغضه وعداوته بالقلب، وسبه وتقبيحه باللسان، وإزالته باليد عند القدرة، ومفارقته. فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق. وأما حقيقته والمراد به فقد تعددت عبارات السلف عنه، وأحسن ما قيل فيه كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه في غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته، انتهى. وحاصله أن الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة. والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم، فإن كثيرا من الطوائف المنتسب إلى الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم، ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة، كقولهم شرع عجمان وشرع قحطان وغير ذلك. وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه، وابن كثير في تفسيره، أن من فعل ذلك فهو كافر بالله. زاد ابن كثير: يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، ومن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله، كسوالف البوادي وكأوامر المطاعين في عشائرهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر.
فإن كثيرا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون في عشائرهم. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل يستحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، انتهى. وفيه بيان كفر الحاكم نفسه والمتحاكمين على الوجه الذي ذكره، وكذا من لم يعتقد وجوب ما أنزل الله وإن لم يكن حاكما ولا متحاكما. فتأمله، ذكره عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير وعدل، الناهي عن كل شر إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من الملة الإسلامية، وفيه كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، فصار في بنيه يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل، انتهى. وما ذكرناه من عادات البوادي التي تسمى شرع الرفاقة هو من هذا الجنس، من فعله فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. وقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم. ثم اتفقا على أنهما يأتيان كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد أمروا أن يكفروا
قلوبه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم بعد ذلك ترافع إلى عمر بن الخطاب فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. فنزلت الآية. وهكذا ينبغي أن يفعل بالمحاكمين إلى الطواغيط، فإذا كان هذا الخليفة الراشد قد قتل هذا الرجل بمجرد طلبه التحاكم إلى الطاغوت، فمن هذا عادته التي هو عليها ولا يرضى لنفسه وأمثاله سواها أحق وأولى أن يقتل لردته عن الإسلام وعموم فساده في الأرض. فإنه لا صلاح للخليقة إلا بأن يكون الله معبودها والإسلام دينها ومحمد نبيها الذي تتبعه وتتحاكم إلى شريعته، ومتى عدم ذلك عظم فسادها وظهر خرابها. فقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بيان بأن من زعم الإيمان بالله وبرسوله وهو يحكم غير شريعة الإسلام فهو كاذب منافق ضال عن الصراط المستقيم، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم بنفسه أن الخلق لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع، فإذا حكم انتفى الحرج باطنا وحصل التسليم الكامل ظاهرا، فمن لم يحصل منه ذلك فالإيمان منتف عنه. وقد تظاهرت الأدلة الشرعية بالدلالة على ذلك، فذم الله في كتابه من أعرض عن حكم رسوله، قال الله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. واعلم أنه ما دعا داع إلى حق إلا كان للشيطان شبهة عنده يصد بها الناس عنه، ومن ذلك أنه إذا قيل لأهل الطاغوت ارجعوا إلى حكم الله ورسوله واتركوا أحكام الطواغيط قالوا إنا لا نفعل ذلك إلا خوفا من أن يقتل بعضنا بعضا، فإني إذا لم أوافق صاحبي
على التحاكم إلى شرع الرفاقة قتلني أو قتلته؟ فالجواب أن نقول يظهر فساد هذه الشبهات الشيطانية بتقرير ثلاثة مقامات. المقام الأول أن الفساد الواقع في الأرض من قتل النفوس ونهب الأموال إنما هو بسبب إضاعة أوامر الله وارتكاب نواهيه، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المفسرون من السلف يقولون: البر أهل العمود من البوادي، والبحر أهل القرى. أخبر تعالى أن ظهور الفساد في البادية والحاضرة سببه أعمالهم، فلو أنهم عبدوا ربهم وحكموا نبيهم لصلحت أحوالهم ونمت أموالهم وأنفسهم، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فأخبر أن الرحمة في هذا القرآن، فمن اكتفى به عن أحكام الباطل فهو المرحوم، ومن أعرض عنه إلى غيره فهو الخاسر. فإذا أعرض الناس عن كتاب ربهم وحكموا غير نبيهم عاقبهم الله بأن يعادي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ولكن لما عاد الإسلام غريبا كما بدأ صار الجاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرحمة سبب العذاب، وما هو السبب الألفة والجماعة سبب الفرقة والاختلاف، وما يحقن الدماء سببا لسفكها، كالذين قال الله تعالى فيهم: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك الذين قالوا لأتباع الرسل: قالوا إنا تطيرنا بكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فمن اعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام يفضي إلى القتال والمخالفة وأنه لا يحصل الإجماع والألفة إلا على حكم الطاغوت فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل، فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قريش الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم دون ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. المقام الثاني أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال: والفتنة أكبر من القتل، وقال: والفتنة أشد من القتل. والفتنة هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. المقام الثالث أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفرا والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلو ذهبت دنياك كلها لما جزى لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها، ولو اضطرك مضطر وخيرك بين أن تتحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجوز لك المحاكمة إلى الطاغوت. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.